كلياتنا احنا سوريين، كلياتنا من بلد وحده، وكلياتنا دقنا الظلم. والسويدة ما بتفرق عن ادلب، وادلب ما بتفرق عن السويدة، وما بتفرق شايف كيف عم باقي البلدان، ولا بتفرق عن حلب ولا عن حمص ولا عن الشام. كلياتنا داقوا من ظلم الاسد، وكلياتنا دقنا من اعتقالات الاسد واغتصابات الاسد، والاسد دمر البلد كلياتها. فلحنا والسويدة في 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 خندق واحد، لحنا كشعب حر سوري، لحنا والسويدة في خندق واحد، ولحنا بنتمنى انه نخلص من النظام لنبني سوريا كلياتنا، لسوريا لكل هالسوريين، الشعب السوري، لشعب السويدة ولشعب اللاتقي ولشعب حلب ولشعب الشام ولشعب حمص، وللمهجرين اللي برات البلد يرجعوا يبنوا هني سوريا من اول وجديد بلا الاسد وبلا نظامه. صراحة حراك السويدة هو كان حراك مميز، لانه حراك كان انه بغلب مناطق النظام، حراك وجع النظام، حراك هد احد اساطير النظام اللي كان النظام داعي يتغنى انه هو حامي الاقليات وحامي هيك. سوار السويدة كسروا هي المعادلة، سوار السويدة قالوا انه الشعب السوري بكل طوائفه واعراقه واديانه هو ضد النظام، وحطموا اسطورة النظام على انه هو حامي الاقليات. فالحراك كان كثير مهم، الحراك هو امتداد لثورة الياسمين، ثورة 2011. حراك عم يحاول النظام دائما يعمل ألاعيب عليه. حراك لليوم ما وقف، حراك أثبت سوريته وأثبت أنه هو صاحب قضية وأنه هو امتداد لثورة 2011. الله يقويهم بجاه الحبيب محمد ويكون معهم، وبكل سند وبكل دقيقة وبكل ثانية الله يقويهم بجاه النبي، وينصرنا على هالظالم بشار الأسد. الله يفرجينا فيه يوم مثل ما فرجانا أطفالنا وخلقنا وعالمنا. أنا أبويا من أول الثورة انضرب بطيارة، هلأ ما 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 بيحسي بيمشي من أول الثورة لهلأ. كلياتنا تلوعنا وكلياتنا دقنا قهر وكلياتنا تشردنا. هي يعني كويسة، ونتمنى نحن من كل المحافظات يقوموا، يعني نحن قمنا من 2011، إن هلأ قاموا بعدنا، يعني تقريبا هلأ بعدنا بكثير. يعني أهل السويدة الأساس قاموا، بس ما قاموا إنه مظاهرات وإسقاط النظام وهذا الشيء. هلا هي شغلة كويسة يعني، ومتمناها إنه يكملوا ما يوقفوا. متمنى إنه من درعا ومن ترجع الشام، ترجع حمص، ترجع حلب، ترجع كل المحافظات تقوم كلياتهم. يعني بالأخير إنه هذا النظام ساقط ويعني وفاشل، لازم يكونوا قايمين من زمان. تأخروا لهلا، ما لازم كانوا يتأخروا. لو كانوا قايمين من زمان مع الثورة كلياتها كان مش الحال تمام بالمية بالمية، ولكن تأخروا.